أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج واحد مريم. زي ما عودناكم في برنامجنا واحد مريم إن احنا بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم الصناعات في مصر والعالم، ألا وهي صناعة الألمونيوم. صناعة الألمونيوم من أكبر الصناعات وأهم الصناعات في قطاع الاقتصاد في أي دولة من دول العالم، لأنها بتدخل في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا، من أول كل تفصيلة صغيرة وكبيرة جوه بيوتنا إلى صناعة السفن والطائرات. ولذلك النهاردة بنستضيف أحد رجال الأعمال البارزين في مجال صناعة الألمونيوم في مصر، الأستاذ محمد حمزة صاحب الشركة الدولية لصناعة الألمونيوم في مصر والصين، ومعانا برضو الأستاذ ناصر عبدو الخبير في صناعة الألمونيوم. أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا أستاذ. بداية أستاذ محمد، قبل ما نتكلم عن الشركة الدولية وعن المنتج اللي حضرتك بتقدمه للسوق المصري، عايزين حضرتك تكلمنا عن رؤيتك لصناعة الألمنيوم في مصر في وضعها الحالي ومستقبلها، شايفها فين؟ صناعة الألمنيوم في مصر صناعة مهمة جدا جدا جدا، لها نسبة كبيرة جدا جدا من المشاريع في مصر وفي العالم كله. صناعة الألمنيوم مهمة جدا 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 وما بتروحش، دايما جاية. صناعة الألمنيوم صناعة أساسية، كل حاجة داخل فيها الألمنيوم، في الكيتشنز، في الويندو، في الدورز، كل حاجة داخل فيها الألمنيوم. صناعة مهمة ليها ثغرات كتير وليها مغزى وفيها حاجات كتير قوي قوي، فهي صناعة مهمة وحيوية ومنطقية في كل الصناعات. طيب حضرتك شايف صناعة الألمنيوم في مصر وضعها الحالي، هل وضعها يعني جيد أم هي في حاجة إلى التطوير؟ هي دايما صناعة الألمنيوم دايما ماشية مع الفاشنز. طب هسأل حضرتك السؤال بشكل آخر، احنا مكاننا فين في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم؟ احنا فين؟ لا احنا لينا ترتيب على مستوى العالم. مصر بتصدر البروفيلز بتاع الألمنيوم بشكل كبير لدول كتير جدا. لا احنا لينا دور كبير جدا في صناعة الألمنيوم. يعني حضرتك شايف ان احنا في تطور؟ احنا في وفي تطور. تقدم في مجال صناعه الالومنيوم في مصر. احنا في تطور، ولكن هي المهنه بيبقى كل مهنه بيبقى ليها ثغرات وليها مشاكل وليها مميزات وليها، فاحنا اكيد في مشاكل بتقابلنا في صناعه الالومنيوم، ولكن خلينا نتطرق فيها في نهايه اللقاء للمشاكل. خلينا المشاكل في نهايه اللقاء. تمام. طيب من واقع اسم شركه حضرتك الشركه الدوليه لصناعه الالومنيوم في مصر والصين، عايزين بس نوضح للسادة المشاهدين معنى التسمية، هل هي شركة مصرية أم هي شركة صينية أم هي تعاون مشترك؟ لا، هو في البداية أنا بديت حياتي اتعلمت، بحب أوجه الشكر طبعا لوالدي لأن أنا اتعلمت تحت إيد والدي. والدي ابتدى في المهنة سنة 1980، من أوائل الناس في مصر اللي ابتدوا في مجال الألومنيوم وصناعة الألومنيوم في مصر. طلع من تحت إيده ناس كتير جدا، أصحاب مصانع وأصحاب ورش ما زالوا موجودين دلوقتي، فانا بوجه له الشكر، هو سبب اللي انا فيه دلوقتي، انت علمت من عنده. فبدات في صناعه الالومنيوم وفي ورشه والدي، مش هقول مصنع، في ورشه والدي. بعدين طورت نفسي، فتحنا محل تجاري، بعدين طورت نفسي رحت الصين عشان استورد، بعدين طورت نفسي فتحت شركه في الصين، بعدين طورت نفسي جبت ناس صينيين مهندسين بمصنعهم داخل مصر، وفتحنا مصنع قبل كده. إذن فهو حضرتك في مصنع قائم في الصين حضرتك بتمتلكه، في مصنع قائم في الصين للمفصلة بتمتلك تلته، وحضرتك نقلت هذه الصناعة فتحت مصنع جوه مصر؟ لا، كان المصنع الموجود جوه مصر مصنع مسمار برشام، ولكن واجهتنا صعوبات في الصناعة اللي هي بتواجه كتير من الناس في الصناعات التكميلية. يعني كانت لما المكنة تعطل نبعت نجيب قطع غيار من الصين ونقف. فاحنا بنفتقد في مصر الصناعات التكميليه، الصناعه التكميليه دي مهمه جدا 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 قبل الصناعه الاساسيه. طبعا. الصناعه التكميليه دي هي اللي بتغذي الصناعات الكبيره. بالظبط. واحنا بنفتقدها هنا. طيب من خلال كلام حضرتك احنا دلوقتي عارفين ان حضرتك متخصص في انتاج جزء معين من الالومنيوم الا وهو المفصلات الالومنيوم. تمام. ومن واقع الارقام والاحصائيات اللي قدامي ان المفصلات اللي بتنتجها الشركه الدوليه أصبحت رقم واحد في السوق، وفرضت وجودها بشكل قوي جدا، وأصبحت بتنافس بشكل قوي جدا. إيه اللي بيميز المنتج ده بتاع حضرتك عن غيره من باقي المنتجات الموجود في السوق؟ هو إيه اللي بيميز المنتج؟ أنا ممكن أقول بعض الحاجات. يعني أنا دلوقتي أدخل محل بشوف أكتر من نفس من المنتج نوع. لأكتر من شركة. تمام. إيه اللي يخليني أختار الشركة الدولية، منتج الشركة الدولية عن
وما اختارش بقية الأنواع أو بقية المنتجات؟ هو أولا منتج مفصلة الدولية منتج قائم في السوق المصري منذ 14 سنة، مش حديث ولا وليد اليوم، من 14 سنة بدأنا نطور فيه واحدة والتانية والتالتة. ليه أصبحت رقم واحد في السوق؟ تسمح لي أنا أجاوب على السؤال ده؟ اتفضل. أنا كشخص فني متخصص في تصنيع المطابخ والأبواب والشبابيك، بتخش من ضمن الصناعات بتاعتنا اللي هي اسمها الصناعات المغذية أو الصناعات المكملة أو الصناعات التكميلية. الصناعات التكميلية من ضمنها المفصلة. المفصلة بتاعت الأستاذ محمد، إحنا كفنيين بنروح بنطلبها بالاسم. طب بنطلبها بالاسم ليه؟ أولاً من ثقة الأستاذ محمد في المنتج بتاعه، وهو عامل ضمان مدى الحياه للمفصله. ما دي النقطه اللي كنا عايزين نتطرق ليها. تمام. ايه معنى هو ضمان دوت مدى ليه الحياه؟ هو ده ليه اولا يعتبر لو اتكلمنا في جزئيه المفصله، هي اهم حاجه في ظرفه المطبخ. مفيش ظرفه مطبخ من غير مفصله. اكيد طبعا. ومن ضمن عيوب او المشاكل اللي بتقابل في تصنيع المطبخ ان المفصله باظت، بعد اذنك يا باشمهندس تعالى في كذا. انا بمجرد ما تعاملت مع مفصلات الدوليه انتهت المشكله ديت، ما عادش في حد بيتصل، عميل انا منفذ له شغل بيشتكي من المفصله. طب سؤال بقى، اتفضل بما انه حضرتك خبير في مجال صناعات الالومنيوم، اتفضل يا فندم. هل المفصلات الالومنيوم بتستخدم فقط في المطابخ ام ليها استخدامات اخرى؟ لا، هو في لكل مفصله نوع، يعني بمعنى يعني لو انا هعمل دولاب مثلا، ده ليه مفصله في المطبخ، ليه مفصله. انا قصدي يعني ان حضرتك متخصص في انتاج المفصلات الخاصه بالمطابخ على حد التحديد، على وجه التحديد، ولا حضرتك بصفه عامه بتقدر تخدم بالمنتج ده اكتر من هو احتياج؟ هي فكره المفصله ما كانش موجود. هي دي المفصله ما كانش موجود قبل كده. الشيب ده احنا اول ناس عملناه. الشيب ده انا قصقصته بايدي، عملته على 3 4 ليفلات مختلفة. عملت المفصلة دي على 3 4 ليفلات، مش من مرة واحدة، لغاية لما وصلنا لدي. المفصلة دي الوحيدة في السوق المصري، بل يمكن في العالم كله، هي ليها نسبة تخصيم معينة مختلفة عن صحيح. كل المفصلات اللي في السوق. صحيح. يعني هي ما تركبش زيها زي أي مفصلة. اللي بيركب أي مفصلة ما يركبش دي زيها. طيب حضرتك طبعا يعني إيه بتتكلم من وجهة نظر صاحب المنتج، احنا عايزين بقى من وجهة نظر الخبير يشرح لنا جودة المنتج، لأن أنت ليه أنت بتختاره؟ أولاً هي كخبير في صناعة الألومنيوم. أولاً في ظرف المطابخ، في بعض الأنواع من ظرف المطابخ بتبقى فيها حمل تقيل، يعني بتبقى تقيلة على المفصلات العادية. بالنسبة للمفصلة الدولية بتقدر تستحمل أتقل ظرف عندي. طب حضرتك بس احنا كان في سؤال سابق لهذا السؤال، بس بنقول إن هل المفصلة دي خاصة فقط بالمطابخ؟ هي عشان خاصة بس بالمطابخ. نوضح للساده المشاهدين، هي خاصة فقط بالمطابخ. لا، هي ديفرنت فانكشن. يعني في مفصله دي ما تنفعش الا في المطابخ بس. تمام. في مفصله دي اللي حضرتك متخصص فيها. لا احنا عندنا كذا شيء. احنا عندنا كذا شيء. حضرتك عندك اكتر من كذا شيء من منتج. تمام. دي تحديدا ودي كمان تحديدا، دي كده، دول ينفعوا في المطابخ في الكيتشنز. لكن في شيبات تانية مختلفة بتبقى أطول شوية، دي بتبقى ممكن تتركب في الدواليب الخشب بالظبط، في الدريسنجات. إذا حضرتك عندك تنوع في المنتج. طبعا عندنا كذا شيء يخدم أكتر من مجال. صحيح. طبعا عندنا كذا شيء. في ميزة برضو أنا عايز أأكد عليها في المفصلة دي، المفصلة دي لا تصدأ. معروف مطبخ يعني مية. أنا هقول لحضرتك لغز من ضمن هو في سر عند محمد. المفصلة دي فيها أسرار كتير. هو مش في لغز مش هتعبوح بيها كلها، لكن أنا هقول لحضرتك على سر منهم، ان المفصله دي واخده في البرينتنج بتاعها كوبر قبل ما تاخد نيكل. يعني هي واخده نحاس قبل ما تاخد نيكل، ومفيش اي مصنع في اي مكان بيعمل كده في العالم. احنا تقريبا معانا احد مستخدمي المفصلات اللي حضرتك بتنتجها معانا دلوقتي في مداخله. الو. اوكي. واضح ان الاتصال انقطع. طب لما يرجع لنا تاني العميل. طيب دلوقتي هنتكلم عن نقطه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. نتيجه نجاح منتجات الشركه الدوليه وفرض نفسها بقوه في السوق المصري، جه بعض المنافسين انتجوا بعض المنتجات المشابهه. تمام. عشان يحصل نوع من الخلط للعميل اثناء عمليه الشراء،
وما يبقاش عارف يفرق ما بين المنتج الاصلي من المنتج التقليد، ودي نقطه في منتهى الخطوره. بيتاثر طبعا على انتاج الشركه وعلى سمعتها وعلى جوده المنتج، لانه طبعا بياخدها على اساس ان هي منتج الشركه الدوليه وما بتطلعش كده وما بتطلعش بالكفاءه. فازاي يقدر المستهلك يفرق ما بين المنتج الاصلي والمنتج التقليد؟ هو لما الصنايعي او الفني بيمسك المفصله في ايده، هو فعلا بعينه هيبين الاصليه من هو انا اسفل لقطع كلام حضرتك، بس هو مش كل اللي رايح يشتري مفصله فني، هو انا ممكن كمستهلك عادي انا حاجه باظت عندي في المطبخ وراح اشتري، فانا هفرق ازاي؟ ما هو من هنا بقى النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي. لما احنا جينا فكرنا، احنا اولا ما عملناش الضمان الا بعد 14 سنه تجربه في السوق، ما جيتش عملته النهارده قلت عليها ضمان كده هباء، لا انا جربت 14 سنه في السوق اوريدي، في ناس مركبينها في بيوتهم من 10 و12 سنه. احنا حضرتك معانا دلوقتي صور للمفصلات على الهواء عشان الساده المشاهدين يشوفوها تمام ويشوفوا المواصفات بتاعتها. تمام. طيب دلوقتي عايزين نتكلم في نقطه مهمه، هو حضرتك يعني دلوقتي ضمان مدى الحياه، استاذ ناصر شرح لنا ليه احنا بتضمن مدى الحياه، لان انت واثق 100% من جوده المنتج اللي بتقدمه، لكن في الاكتر من كده. عايز اعرف يعني ايه ضمان مدى الحياه؟ معنى ايه؟ يعني معنى ان حصل لو حصل تلف للمنتج حضرتك بتستبدله مجانا؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا اولا لما ببقى ماسك المفصله في ايدي انا اكني شايل ابني، حرفيا اكني شايل ابني. انا فخور بشغلي وفخور بمنتجي جدا جدا، بحب منتجي جدا جدا، انا فخور بمفصلتي جدا 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 الحمد لله. وعمرنا ما قلنا ان احنا رقم واحد، ولا هتحصل ان انا اقول رقم واحد، ما ينفعش. بس انت بالفعل نفسي رقم واحد من واقع الاحصائيات. دي من وجهه نظر حضرتك او من وجهه نظر السوق، لكن انا من وجهه نظري انا مش رقم واحد، انا يمكن اقل واحد لغايه لما الاقي نفسي اعلى واحد. ما ينفعش اقيم نفسي، السوق هو اللي يقيمني. طيب ايه معنى ضمان مدى الحياه؟ يعني دلوقتي انا مثلا اشتريتها وحصل مشكله عندي واتصلت بشركه عند حضرتك، ايه معنى الضمان؟ ايه ده معنى الضمان؟ احنا عملنا اوريدي شهاده. ده الضمان. دي شهاده. اوكي. الجزء اللي على اليمين ده بيبقى خاص بالفني. احنا ده الضمان مدى الحياه اللي بتقدمه الشركه الدوليه على منتجاتها من الالومنيوم، بنوضحه للساده المشاهدين. حضرتك تقدر تشرحه؟ ده حضرتك الجزء اللي على اليمين ده بيبقى مع الفني. أيوه. الجزء اللي على الشمال ده بيبقى مع حضرتك. تمام. بيبقى فيه البيانات زي ما حضرتك شايفه، اسم العميل وعنوان العميل ورقم الموبايل، وتحتيه عدد المفصلات المستخدمه في المطبخ. تمام. وتاريخ بدايه الضمان. والجزء اللي تحت خاص بالشركه المصنعه، وفي ورق تعريف بالمنتج. انا واخد بالي ان متطلبات الضمان فعلا. متطلبات الضمان. انا ليه عملت كده؟ ليه عملنا كده؟ احنا اول شركه في العالم كله تدي ضمان يوم واحد على مفصله، لان دي وارد ان هي تصدق، وارد ده معدن. صحيح. فما فيش حد يجرؤ ان هو يقول كده، ان هو يدي ضمان، ما فيش حد فكر في كده. انا ليه فكرت في كده؟ ايه فائده المفصله استاذه دينا؟ فائده المفصله عامله زي باب الشقه. لما يكون عندك في باب الشقه مقفول على حضرتك، فكل اللي في البيت جوه مستور. اكيد طبعا. سواء منعكش سواء مرتب، مستور الباب عليك. ولكن لو الباب اتفتح مش هتستحملي. فهي نفس الفكره، ضرفه المطبخ ممكن لو المقبض اتكسر تستحملي ان المقبض يبقى مكسور، اي حاجه تانية تستحملي، لكن لو ضرفه المطبخ وقعت مش هتستحملي المنظر. طب بس عشان اوضح للساده المشاهدين، فهي حاجه حيويه جدا. اكيد طبعا. انا بس عايزه اوضح ان معنى ضمان مدى الحياه ان حضرتك بتقدم ان لو حصل تلف بيستبدله مجانا. ضد عيوب الصناعه، ضد عيوب الاستخدام، وضد عيوب الاستخدام، وضد الصدأ، ضد اي حاجه. مدى الحياه بيستبدله مجانا. وده طبعا يعني بنوضح للساده المشاهدين ان ده ضمان مش موجود في السوق، مفيش شركه بتدي ضمان مدى الحياه على منتجاتها، وده دليل عن قوة المنتج وجودته. بدون قطع كلامك أستاذة دينا، اتفضل. ولو الشركة جت قالت احنا عندنا ضمان. استأذن حضرتك بس احنا معانا مداخلة من أحد العملاء اللي استخدمه، المهندس حسن حماد. ألو. ألو. باشمهندس حسن. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير باشمهندس حسن، أهلا وسهلا بك يا فندم في برنامج واحد مريم. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليكي. حضرتك احد المستخدمين لمنتجات الشركة الدولية؟ بالظبط كده سيادتك، احنا بنستورد المفصلات ونتعامل مع الشركة الدولية في السعودية هنا من اكتر من 7 سنين. بصراحة احنا مرتاحين جدا في التعامل معهم، والكواليتي عالي جدا جدا بتاعة المفصلة بتاعتهم. انا ما شفتش بصراحة مفصلة بالكواليتي العالي ده. حضرتك مستورد السعودية؟ مريحانة في الشغل جدا. ياخدها من الصين للسعودية. من السعودية. حضرتك بتستوردها للسعودية؟ من الصين.
من الشركه ايوه الدوليه بالظبط، للسعوديه، الشركة مظبوط الدولية في كده؟ الصين اه للسعودية. بالظبط كده سيادتك. تمام، فده دليل على انها ذات جوده عاليه طبعا، لان السوق السعودي كمان اه طبعا ما بيتقبلش اي منتج. استاذ حسن عنده اه شركة طبعا كبيرة جدا، شركة الدولية المتخصصة في السعودية، شركة كبيرة وليها فروع كتير. تمام. استاذ حسن تكلمنا اكتر عن استخدامك للمنتج، او استاذ حسن الخط اتقطع وهنرجع تاني لضيوفنا. انا شايفه ان استاذ حسن صح معانا لسه. انا سامع حضرتك، انا طب معاكي. حضرتك سامعني؟ طب استاذ حسن، عايزه حضرتك تكلمني بس عن استقبال او تقبل السوق السعودي للمنتج الخاص بالشركه الدوليه. حضرتك شايف يعني شايف ايه تعليقاتهم عن الاستخدام يا فندم؟ طبعا هو لما تبقى المنتج انت بتستوردي منتج جودته عاليه، اولا بيريحك انت كمصنع، ما بتحتاجيش صيانه كتير، والمستقبل او الزبون نفسه بيبقى مرتاح في التعامل معاكي، لان هو مريح دماغه من قصه الصيانه. وطبعا انه الشركه الدوليه بتدينا احنا ضمان مدى الحياه على المنتج بتاعها، فده دليل قوي جدا على انه المنتج بتاعهم هم عارفين بيعملوا ايه او بيقدموا ايه. ودي طبعا في التسويق لينا احنا كمان بنقدر نشتغل عليها جامد، بحيث انك انت تقنعي في المشاريع بتاعتك، تقدري تقنعي المهندسين انك انت بتدخل منتج ليهم جودته عالية جدا والصيانة فيه تكاد تكون معدومة. يعني نقدر نقول حضرتك ان استيرادكم لمنتجات الشركة الدولية من الصين علت المبيعات عندكم وزودت ثقة العميل السعودي في منتجاتكم او في المنتجات اللي بتقدموها للسوق. بالطبع طبعا طبعا طبعا، لما انت بتقدمي حاجة للزبون، حاجة جودتها عالية، الزبون بيتعامل معاكي الفترة وهو بياخد، بيبقى عنده، هو بيبقى مطمئن في التعامل، عارف انك انت المنتجات اللي انت بتجيبيها له هو مش هيجيب حاجة زيها او مش هيلاقي حاجة زيها. وخصوصا ان احنا بندي الضمان بناء على الضمان اللي بناخده من الشركة الدولية، بندي للزبائن دي الضمان كل على المنتجات دي كلها. أستاذ حسن بنتمنى لكم النجاح والتوفيق، وشكرا جدا على مداخلة حضرتك. طبعا دي شهادة عظيمة جدا من رجل أعمال في المملكة العربية السعودية، مصري الحمد وبيستورد لله. منتجاتكم، وبيتكلم عن الجودة العالية وعن ثقة العميل السعودي الحمد فيها. لله. طيب دلوقتي حضرتك يعني برضو احنا هنرجع لنفس النقطة، ازاي المستهلك يفرق ما بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد؟ المستهلك العادي مش الفني، يعني حضرتك بالنظرة الفنية هتقدر تدخل المكان أنا وتعرف، هقدر أقول لحضرتك، لكن انا كمستهلك عادي كشخص عادي ادخل افرق ازاي؟ هل حضرتك هم في مثلا العلامة التجارية او الاسم التجاري في صحيح تقليد؟ انا كنت هتكلم في الجزئيه ديت. اي انت حضرتك بمجرد ما بتمسكي العبوه اللي فيها المفصله بتلاقي عليها علامه مائيه، تمام. صعب ان حد يغشها، صعب ان حد يقلدها. لو تعملي كلوز على اه لو على حضرتك الباج، حضرتك اعملي لو الكاميرا تعمل كلوز فيها هتلاقي اللوجو بشكل على علامه مائيه. الكيس تمام حضرتك هتهزيه هتلاقي يمين وشمال كده، تمام هتلاقي اللوجو بيظهر معاكي ويختفي قدامه تمام ورا. يبقى عشان نوضح لاعزائنا المشاهدين ازاي نفرق ما بين المنتج الاصلي بتاع الشركه الدوليه وغيره من المنتجات المقلده، العلامه المائيه هو اللوجو معمول على العلامه المائيه. فالعلامه المائيه ناخد بالنا منها عند شراء المنتج علشان ما ناخدش منتج مغشوش. جت من هنا الفكره استاذه دينا. الاساتذه المستوردين الافاضل اللي بيغشوا، اولا هو ما فيش مفصله في السوق كله في مصر اتضربت غير الدوليه، وده الحمد لله دليل قوي جدا على نجاحها، لان ما بيتضربش الا المنتج المطلوب الناجح، ده اللي احنا اتعودنا عليه في السوق. زي مثلا شركه كابلات مشهوره بدون ذكر اسامي، دايما هي الكابلات بتاعتها اللي بتتضرب. انا شخصيا جيت كنت بشطب شقه ليا، فجينا الراجل الكهربائي جاب لي حته كابل شركه زي الاصليه بس مش اصليه، يعني تقليد، ولعت في الشقه، ولعت لي في مدخل الشقه. فمن هنا انا بدات افكر، انا بدات افكر حضرتك كمستهلك للمفصله في بيتك مثلا، انت حضرتك سوري ما تعرفيش الدوليه ولا طلبتيها بالاسم، ايه الدافع ان المستورد يوصل لك في بيتك مفصله دوليه مضروبه اذا كان حضرتك ما طلبتهاش؟ ليه حضرتك تدفعي فلوس عشان في منتج يسيء لايه، لجودة المنتج او يسيء حتى لو هيسيء، بس حضرتك استفدتي ايه؟
يعني هو غش الناس كلها. انت كراجل دلوقتي انت لازم تبتكر. احنا لما جينا اشتغلنا، انا لما جيت اشتغلت انا الحمد لله السوق كله يعرف انا عمري ما قلدت حد. انا ابتكرت، انا خدت لاين لوحدي، حبيت حطيت في دماغي ان انا لما اشتغل وحضرتك تيجي في يوم من الايام تدفعي فلوس في منتج مكتوب عليه الدوليه، تلاقي قصاد الفلوس 3-4 أضعاف اللي انت دفعتيه. طيب خدمه. نرجع احنا معانا مداخله من الاستاذ محمد الشبكي. الو. عليكم السلام يا فندم، اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. احنا حضرتك دلوقتي اهلا بيك. بس في العربيه فمش متابع الحلقه الحقيقه. بس مبدئيا احنا لازم نعرف ان المطبخ الالومنيوم طبعا بيتكون من قطاعات الومنيوم مع الديان الخاص بها طبعا، والحشوات المتمثله في الخامات اللي احنا كشركه الشبك الاستيراد والتصدير متخصصه فيها، وتعتبر طبعا الشركه رائده في هذه المنتجات في السوق المصري زي الكلادينج واليو في والاتش بي ال الهاي بريش ليمينيكت. الحشوات دي طبعا هي بتستهلك في الدرج والارفف، وايضا مكونات المطبخ اللي حضرتك من المفصله اللي هي الدوليه للاستاذ محمد حمزه متخصص فيها. الحقيقه الاستاذ محمد قدر يعمل مواصفات خاصه بالمفصله دي بتنافس المنتجات الايطالي بسعر اقل وجوده. الحقيقه انا شايف الحقيقه ان ما تقلش عن الايطالي. يعني حضرتك لما استخدمت ده في مع العملاء عندك لقيت ان ده حضرتك منتج عالي الجوده؟ شوفي حضرتك، هو الحقيقه هو منتج عالي الجوده جدا في ظل توافر الانترنت ووجود السوشيال ميديا. اصبح الفنيين على مستوى مصر كلها عارفين المنتجات الجيده، وايضا برضو المستهلك الاخير. يعني ست البيت النهارده قبل ما بتروح تعمل مطبخ حضرتك بتخش المعرض او بتروح الفني مثلا في الورشه بيعمل لها تصميم من خلال البرامج اللي هي بتاعت التصميم، وبتبقى جايه يعني عارفه الداتا الكامله عن المنتجات الجيده في السوق المصري اللي هي من ضمنها المفصله اللي الاستاذ محمد طبعا ما شاء الله يعني مبتكر فيها وعامل الحقيقه حاجه كويسه جدا. والحقيقه يعني معظم المنتجات اللي احنا معروفه في السوق المصري المنتج الجيد بيبقى كله عليه ضمان ضد عيوب الصناعه طبعا، من ضمنها طبعا هو طبعا الضمان مدى الحياه. ده بيدي المنتج ثقل رهيب، لان طبعا ده حاجه مش موجوده في ما يشابههم المنتجات، وبيدي ثقه كمان للعميل في استخدام هذا المنتج. تمام حضرتك، المفصله دي يعني حاجه اساسيه في المطبخ وكانت دايما بتعمل مشاكل مع العميل النهائي. فاصبح النهارده اما يسمع كلمه الدوليه وان المنتج متميز من خلال الفنيين الحقيقه بتدي ثقه جامده جدا للمستهلك ان هو يقدر يفضلها عن المنتج الايطالي، لانه ما بيقلش جوده. الحقيقه انا شايف انه ما بيقلش جوده عن الايطالي، بل بسعر اقل ويكفي ان هو ضمان مدى الحياه. يعني دي حاجه مميزه جدا يعني. طبعا استاذ محمد شكرا جدا يا فندم على مداخلتك، ونرجع لضيوفنا. بصراحه يعني ده شيء مشرف جدا ان يبقى في منتج من رجال اعمال مصريين بهذه الجوده وبهذه البيكا، ورجال اعمال كبار باصحاب شركات كبيره هو في لا اروع من دوت حضرتك كمان. طبعا الاستاذ محمد والحاج محمد الشبكي وكتير جدا من اصحاب التصنيع لمجال الالومنيوم بالكامل مجموعة لا يستهان بها من القوة ومن الاستحواذ على نسبة كبيرة جدا من السوق. عايزين يعملوا فكرة واحنا بندعمهم كفنيين، واتمنى ان محمد بيه هو اللي يقول اللي احنا عايزين نعمله. عايزين نعمل ضمان على المطبخ بالكامل. هو الدنيا جت كده زي ما بقول حضرتك كده بناء على وقائع عملية. صحيح. انا لما فكرت ازاي حضرتك ما تعرفيش مفصلات الدوليه وتوصل لك مفصلات الدوليه كوبي، ليه اصلا؟ حرام يعني، حرام. حضرتك هتدفعي فلوس وهتدفعي كتير وهتوصلك في النهايه كوبي، طب ليه؟ ففكرنا ان احنا نعمل مبادره. كان الاستاذ محمد شوكي ربنا يبارك له استاذي على فكره، استاذي وليا الفخر والشرف استاذي. لما انا كنت شغال في التجاره في بدايه حياتي وبدات اتعلم مجال التجاره، هو اكتر واحد دعمني في التجاره، استاذي وليا الفخر.
طيب احنا عايزين في نقطة مهمة جدا دلوقتي. حضرتك الشركة، حضرتك فاتح شركة في الصين وشركة في مصر، مظبوط؟ مظبوط. طيب المفصلة كمنتج بتصنع فين؟ في مصر ولا في الصين؟ لا في الصين، بس يعني بنسبة 100%. انا هقول لحضرتك على حاجة، ده لغز تاني في المفصلة. لا انا بس عشان اوضح النقطة دي، هي صناعة صينية 100%. انا هقول لحضرتك مراحل صناعة المفصلة، ده وده لغز تاني في المفصلة. المفصلة دي خامتها هندي، ايوه، بنستورد الخامة من الهند. الاستامب او المودلز بتاعتها عاملينها في ايطاليا. الصناعة طب صيني. احنا معانا استاذ محمد الفخراني. الو، ايوه فندم، استاذ محمد، السلام اهلا عليكم. بك يا فندم، اهلا بحضرتك. تعرفنا بنفسك حضرتك. انا حضرتك محمد الفخراني، رئيس مجلس اداره شركه الفخراني جروب للاستيراد والتصدير بالولايات المتحده والصين. اهلا وسهلا يا فندم، يا اهلا وسهلا. عايزين نعرف تجربه حضرتك مع منتجات الشركه الدوليه. هو الحقيقه الشركه الدوليه والاستاذ محمد حمزه، طبعا انا ببلغه كل تحياتي. تحياتي ليك يا استاذ محمد. واحنا الشركه الدوليه، ربنا يخليك، الشركه الدوليه احنا طبعا بنتعامل معاها بقالنا اكثر من 10 سنين من الصين. طبعا استوردنا للمملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه، والحقيقه المنتج ثبت وجوده جدا ومستمرين في تصديره من الصين ليومنا هذا. وطبعا احنا بقى لنا دلوقتي 3 سنين تقريبا في امريكا، برضو لما سوقنا المنتج الدوليه ما شاء الله، يعني حضرتك يعني المنتج بيسوق في امريكا، بتصدر من الصين. طب ده شيء عظيم جدا. فحضرتك هو الحقيقه طبعا المنتجات شركه الدوليه الحقيقه هم ناس يعني استاذ محمد حمزه متقن عمله جدا، المقاسات مظبوطه، الخامات اكثر من ممتازه، فده الحقيقه عمل صدى كبير هنا في الولايات المتحده، واصبح انه بينافس المنتج الامريكي والاوردرات دايما في ازدياد فيه الحقيقه. دي شهاده بنعتز بيها وتعتبر حضرتك يعني ده شيء مشرف جدا. المنتج بيروح امريكا. شكرا استاذ محمد الفخراني واهلا بيك يا فندم. بيروح امريكا باسم الدوليه. طيب انا بس في نقطه عايزين نتكلم فيها، يعني ايه، احنا عايزين نخرج شويه من المنتج بتاع حضرتك. أوكي. في حد ذاته، وعايزين نتكلم عن الصناعه بصفة عامة. لا يعني حضرتك ايه اللي يمنع، ايه العائق ان تنتقل هذه الصناعة لتصبح في مصر، بحيث بدل ما يبقى المنتج 100% منتج صيني، ايه اللي ناقصنا عشان ده يبقى منتج مصري؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي في قضية عامة بعيدة عن المنتج بتاع حضرتك، ايه اللي ناقصنا عشان نصنع هذه الصناعات الهامة التكميلية في مصر؟ هو انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الدائم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو مش سايبنا احنا كناس مصنعين بمجرد ما بنطلب حاجة، بصراحة بنلاقي دعم، يعني في صندوق دعم للصناعات الصغيرة. ولكن فكرة زي مثلا حاجة بسيطة، احنا بنقول ان صناعة المفصلة من ضمن الصناعات المكملة. طب المفصلة دي تحتاج كم ماكينة عشان توصل لشكلها كمفصلة؟ يعني ممكن مصنع زي كده يتكلف مليارات. احنا كدولة احنا اذا فهي كقطعة هي مش ليها مراحل، هي مش ماكينة واحدة بتعمل ده، هي مراحل تصنيع عديدة عشان توصل لا طبعا لهذا المستوى من الجودة. صحيح. احنا ما عندناش في مصر متوفر هذه المراحل التصنيعيه. احنا نتمنى ان احنا يعني نتمنى ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نصنع ده في مصر. المشكله فين او النقص فين؟ هل في العماله ام في الميكانه؟ لا العماله مصر من الدول المصدره للعماله، يعني انا كمصنع مصري كنت مسافر في دوله الكويت، يعني انا مش هتكلم عن نفسي كمستوى تشغيل او كده، انا بالنسبه للناس اللي هم كانوا موجودين في دوله الكويت معايا في نفس المصنع، انا بالنسبه لهم حد اللي هو خطير جدا، يعني انا بعرف اعمل شغل بالهاند ميد، يعني هناك في نظام سيستم، يعني ايه، يعني في معروف طبعا ان 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 مراحل انتاج إن الفني المصري، الفني المصري في اي مكان صحيح بيتفوق، الفني المصري بيشتغل. طب ايه اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا الامكانيات الماديه. طبعا الماديه طبعا، فكره ان انا اعمل مصنع يعمل المفصله، اعتقد محمد بيكون ادرى مني بده، تتكلف يعني ممكن مليار دولار عشان انا اعمل مصنع يعمل المفصله. اصل المفصله ديت فيها 7 8 حاجات مش حاجه واحده،
يعني فيها سوستة، فيها يعني القاعدة كل بتاعتها مرحلة في صحيح ليها ماكينة. ليها ماكينة تصنيع. تمام. ال الأيدي العاملة، أنا مش هكون مبالغ لو قلت الأيدي العاملة المصرية أفضل من أي أيدي عاملة في العالم كله. فكرة محمد بيه والأسمى من دوت، مش إحنا جايين نتكلم بس على المفصلة، إحنا في حاجة راقية جدا بنهدف بدون قطع إليها. كلامك باشمهندس ناصر، هو يعني باشمهندس ناصر خانوا التعبير السنة صغيرة، هو ممكن يكون المصنع ممكن يتكلف مليون دولار، لكن مليار دولار دي احنا نشتري دولة مفصلات. تمام. انا هو عايز يقول يعني ان هو أنا فاهم ان تصنيع هو نقل هذه الصناعة، ولذلك انا قلت محمد بيه أدرى مني. هي المشكلة مش في الكوست يا باشمهندس ناصر قد ما المشكلة فعلا في العمالة، ان احنا عندنا العمالة في مصر. طب ده احنا عندنا عندنا، لكن يعني عندنا عمالة وعندنا عندنا فنيين عمالة، وعندنا ناس على عندنا عمالة خبرة على اعلى مستوى، عندنا إيه عمالة لكن ما بيحبوش يشتغلوا. ده واقع مرير في عندنا. ده معلومة خطيرة جدا. طبعا على فكرة. طبعا يعني احنا عندنا العمالة، حضرتك لو شفتي اي سألتي اي رائد اعمال في مصر ايه اللي مزعلك وايه اللي مضايقك هيقول لك العمالة. ده حرفيا وواقعيا، وده لان الشباب عايزين يناموا وما يشتغلوش، ده واقع عندنا. طب ليه 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 استاذ محمد؟ يعني ليه ايه اللي بيخلي الاحباط ده موجود عند العماله المصريه او مش عند احباط عند المصري؟ العماله هو مش عايز يشتغل. هو لما حضرتك اسالي اي حد عنده عماله، يوم ما يقبضه تاني يوم لازم ما يجيش. مظبوط الكلام ده؟ دي ظاهره. تاني يوم لازم ما يجيش، تاني يوم، لانه خلاص هو اوريدي معاه فلوس، يجي لك لما الفلوس تخلص. طيب احنا معانا المهندس محمد شديد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك كلمنا عن خبرتك او تجربتك مع التعامل مع منتجات الشركه الدوليه يا فندم. بدايه انا بشكر الباشمهندس محمد حمزه وضيف البرنامج، بشكر حضرتك وبشكر باشمهندس ناصر عبده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم، الله يخليكم. الشركه الدوليه شركه مميزه ولها تاريخ في السوق المصري اكثر من 15 سنه على ما اعتقد يعني، وما شاء الله المنتجات محترمه جدا ونالت ثقه العملاء كلهم. واحنا كلنا بالاجماع بندعم المنتج الكويس، وده في صالح العميل في التشكيل النهائي، وبنتمنى ان هو يبقى ثابت على نقطه معينه. يعني بنتمنى الفتره اللي جايه المزيد والمزيد من التقدم للبشمهندس محمد حمزه ان شاء الله. شكرا ليك يا باشمهندس. أنا شايفة إن رجال الأعمال كلهم بيشكروا في المنتج بتاع حضرتك وبيفضلوا استخدامه، وده شيء عظيم جدا. إحنا عندنا رؤية جميلة جدا يا أستاذ دينا. عشان كده عايزين برضو يعني إيه الموضوع اللي اتفتح دلوقتي، موضوع يعني يعتبر كبير، وعايزين نوصل لنقط حل. إحنا مش عايزين بس مجرد إن إحنا يعني نقول مشاكل، إحنا عايزين حل. إيه المطلوب علشان العامل المصري يحس بالاطمئنان وبالحافز عشان يشتغل؟ تمام. في موضوع يعني مهم جدا انا ومحمد بيه طبعا اتكلمنا فيه، اللي هو التأمين الطبي على حضرتك فنيين. حضرتك كخبير في مجال في هذا المجال، عندك فكره بشكل تقريبي عن عدد العاملين في قطاع الالومنيوم في مصر؟ ما يقلوش عن 500 الف فرد. 500 بالاضافه ألف؟ للصناعات المغذيه لينا احنا. صناعه الالومنيوم في صناعات مغذيه، بمعنى ايه؟ في افران للدهانات، في زي محمد بيه شوبك اتكلم مع حضرتك، هو متخصص في بيع الفايبر والكلادين واليو في، في صناعات تانية زي الاكسسوارات، المطبخ فيه مقبض، فيه رجل، فيه عجل. طب علشان بس ما نتوهش من النقطه دي، يعني حضرتك بتتكلم عن التامين بصفه عامه. صحيح. انا بتكلم اللي بيدخل فيه التامين الصحي. احنا كنا بنهدف من حيث المبدا ان احنا نعمل نقابه لفنيين الالومنيوم. طبعا استصعب علينا الامر، فدخلنا في قصه ان احنا بنعمل دلوقتي ليه التامين الصحي. هل قطاع صناعه الالومنيوم فيه حوادثه كتير؟ صحيح. طيب ده يعني نقطة خطيرة انا جدا. ماكينه التقطيع ديت ماكينه بيكون القطر بتاعها مثلا من 14 ل 18 بوصه، دي بالنسبه لخطورتها يعني بتكون خطيره جدا. احنا لما بنيجي نركب شغل بنركب شغل على وجايه، بنركب شغل ممكن على سلم مثلا متحرك، ممكن لا قدر الله حد يقع، ممكن حد يصاب، ممكن في بتحصل احيانا لا قدر الله حالات وفاه. فاحنا دلوقتي بالفعل اوريدي شغالين على الجمعيه المصريه لمصنعي الالومنيوم والزجاج، على اساس ان احنا نعمل تامين، وزي ما محمد بيه بيتكلم بيقول ممكن الفني بيكون نفسه قصير في ان هو بيشتغل،
ما هو انا لو انا مش عامل حساب ان اولادي من بعد مني هيكون لهم معاش، مش لا قدر الله لو انا اصبت وقعدت 6 شهور في البيت مين ايه اللي هياكلهم؟ بيخلي نسبة الحوادث في قطاع هي الشغل مهنة، اللي اشتغل بالألمنيوم كتير ليه؟ لان هي المهنة يعني انا ايه المعدات اللي انا شغال بيها؟ المعدات اللي انا شغال بيها منشار تقطيع، شغال بصاروخ، شغال بشنيور، شغال بمتقاب، شغال بمكبس، كل الحاجات ديت ممكن ان هي بتعمل اصابات، واحنا شبه الاصابات عندنا يومية. يعني انا معانا المهندس مؤمن. الو خير باشمهندس مؤمن، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك تحب تقول ايه بالنسبة للشركة الدولية ومنتجاتها يا فندم؟ والله احب اشكر الاول الاستاذ محمد حمزة على المبادرة الكبيرة دي، تمام، واحب كمجموعه آل هارون وبالنيابه عنهم بندعم مبادره الاستاذ محمد حمزه رئيس مجلس اداره مجموعه الدوليه جروب، واحنا كآل هارون ومجموعه شركاتها ومصانعها بندعم يعني مجال صناعه الالومنيوم بافضل جوده واحسن سعر، وبنحب نقف جنب احنا عندنا رجال الاعمال اللي بيشكروا في المنتج بتاع حضرتك وبيفضلوا استخدامه النهارده كتار جدا. يعني الله يخليك. باشمهندس مؤمن، حضرتك تقدر تقول لنا ليه العميل عندك بيفضل لا مؤمن بيه المنتج هارون بتاعك؟ مصنع للقطاع نفسه، البروفيل بتاع البروفايل بتاع صحيح، بس هو متضامن معانا، هو معانا في ان هو يدعم ضمان المنتج. هو هيقول لحضرتك دلوقتي الاستاذ مؤمن بنفسه. تمام، بالنسبه لضمان المنتج يا باشمهندس. تمام، احنا والله بنقف جنب الدوله دلوقتي في دعم الصناعه والتجاره طبعا عشان نزدهر ببلدنا مصر الجميله، مراعين في الوقت نفسه الظروف الاقتصاديه والسياسيه اللي بتمر بها البلاد، وطبعا بندعم القياده السياسيه والحكومه والرئيس طبعا في ازمه الكورونا العالميه، وبنقدم للمواطن ان شاء الله باذن الله ضمان 10 سنوات لمنتجات الالومنيوم ضد عيوب الصناعه. 10 سنوات ده بالنسبه لانهي منتجات؟ اصل احنا عندنا هنا منتج مدى الحياه. البروفايل لمنتجات الالومنيوم ذات نفسها. هو في مبادره استاذ؟ تمام، دي مبادره حضرتك، مبادره احنا لمنتجات الالومنيوم بصفه عامه ان يبقى فيها عليها ضمان 10 سنوات، وبصفه خاصه المنتج بتاع الشركه الدوليه بيكون ضمان مدى الحياه، صح كده يا فندم؟ ده بالنسبه للشركه الدوليه. تمام. انما بالنسبه لمنتجات مصانعنا احنا بندي ضمان 10 سنوات ضد عيوب الصناعه. تمام يا فندم، شكرا ليك يا باشمهندس مؤمن. خلينا اشرح لك استاذه دينا المبادره هدفها ايه او هي ماشيه ازاي. احنا جينا طبعا لمبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مبادره دعم التقدم والصناعه واصدار الصناعه والتقدم للامام. احنا فكرنا باقل امكانياتنا باقل فكرنا ان احنا نعمل ايه، نقدر نخدمه في ايه علشان بعد كده هو يخدمنا. ده صحيح والله، احنا ما احنا لازم نعبره عن اي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه يعني بيبذل مجهود جبار طبعاً لدعم الصناعه في مصر، واحنا بناء على كده فكرنا فكره جميله جدا لو اتطبقت في مصر اعتقد ان العالم كله ممكن يحتاجوا بيها. ايه الفكره دي؟ ان حضرتك دلوقتي لما تيجي تعملي كيتشنز مطبخ، ان المطبخ ده فيه مكونات كتير جدا، منهم باشمهندس مؤمن دلوقتي البروفايلز بتاع الالومنيوم هو اللي بيصنعه، فهو دخل دعم معانا ب10 سنوات. كان الاستاذ محمد شوبكي داعم برضه مدى الحياه على منتجاته الكلادنج واليو في. فبناء عليه الفكره بتقول ايه؟ ان حضرتك دلوقتي عايزه تصنعي مطبخ، احنا ان شاء الله بالمبادره بتاعتنا هنخليكي تعملي المطبخ في وان تايم، مره واحده تدفعي فلوسه، بعد كده كل مكوناته اسفل مضمونه بالكامل، كل مكوناته تبقى مضمونه بالكامل مدى الحياه. رساله ساميه وعظيمه جدا 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 لو كل الصناعات في مصر. دي مبادرة مهمة جدا طبعا يعني والناس طبعاً كلها تستفيد طبعاً منها. واحنا بنوجه المبادرة دي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ونقول ده اقل واجب نقدر نعمله. الصناعة المهمة دي نرجع لأستاذ ناصر، يعني ازاي معانا مداخلة خارجية. الو 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 هلو 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 يس اي كان هير يو. هو هلو
المقصود في الصين بيوصل بعد ثواني استاذ دينا شويه؟ هي المكالمه من الصين بس الصوت مش واضح للاسف. اوكي اي كان هير يو. طيب اوكي I can speak now. You speak, يا دودو. Okay. You speak. Speak, يا دودو. واضح انها عميله حضرتك تعرفها. دي مديره المكتب. دي مديره مكتب في حضرتك في الصين. You can speak. Debbie, you can speak. Hello, everyone. Hello, our boss. Hello, دودو. I'm Debbie from Adonia Company in Guangzhou, China. I have been with the company for more than 10 years. Okay. We export high quality furniture and hardware accessories. دي مديرة مكتب حضرتك في الصين وبتتكلم عن المنتج وانها شغالة مع حضرتك بقالها 10 سنوات. You can continue. Okay, you can continue. Okay. We always export high quality furniture and hardware accessories to Egypt, Saudi Arabia, Morocco, and the USA. We have factory in China. My boss is very strict with them. Always seeing quality is first, quality is last. My boss also keep looking the new product every time. He hope to supply more different product to the market. Thanks to the Egyptian people for liking our products. We're always keeping high quality. Thanks again. Thank you, Dudu. Thank you, thank you, thank you, Dudu. دي مديرة مديرة مكتبك وهي بتشكر في المنتج وبتقول ان هي شغاله بقالها 10 سنوات مع استاذ محمد حمزه و بتقول المنتج بيروح السعوديه وليبيا والمغرب احنا وامريكا. احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اعزائنا المشاهدين ابقوا معنا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع برنامجكم واحد مريم وضيوفنا الاعزاء استاذ محمد حمزه واستاذ ناصر عبده. اهلا بيك. عايزين بس نوضح موضوع مهم جدا بالنسبه لموضوع المبادره. حضرتك تشرح للساده المشاهدين ايه هي المبادره؟ هي المبادره دي وايه هي اللي هيستفيدوا منها بايه؟ المبادره دي جت فكرتها زي ما بقول لحضرتك كده ان احنا مطلقا مش هنوافق ان حضرتك يوصل لك في النهايه منتج كوبي. حرام وغش. حرام وغش. مش مطلقا مش هنوافق. فعشان نحافظ على حضرتك كمستهلك هنعمل ايه؟ عملنا مبادره. المبادره دي بتقول ان احنا كمجال الومنيوم هنتكاتف مع بعض كمستوردين كتجار كساده مهندسين اصحاب مصانع بيصنعوا. هنتكاتف كلنا ايد واحده بحيث ان احنا في النهايه هنوصل لحضرتك المنتج بقدر الامكان عليه ضمان مدى الحياه على كل مكوناته. يبقى حضرتك ضمنت انك بتعملي المطبخ عندك في بيتك بتدفعي ثمنه مره واحده في العمر. اذا فهي المبادره هي تامين شامل مدى الحياه على المطبخ بكل ايه؟ مظبوط. بكل منتجاته. وناخد مداخله الباشمهندس علي خطاب صاحب واحد مريم وصاحب مجموعه خطاب. اهلا بيك يا باشمهندس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك يا استاذه دينا ومساء الخير على الباشمهندس محمد. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مبدئيا انا حابب اتكلم في جزئين على عجلك. الجزء الاول طبعا احنا وعدنا جميع المشاهدين ان احنا كل حلقه من حلقات برنامج واحد مريم ان احنا هنستضيف البرنامج الكيانات المحترمه تفيد المجتمع وتفيد الدوله. وبما اني اصلا تخصصي الاساسي كمهندس معماري ومجالنا الرئيسي والاساسي في شغلنا هو مجال المقاولات وخصوصا مجال التنفيذ، فانا حابب من خلال برنامج واحد مريم ان انا اشكر الاستاذ محمد على المنتج بتاعه القوي. ميرسي. هو رجل صاحب فكر بذل مجهود غير عادي في خلال السنوات الاخرى في هذا البراند ان هو يقدر يطلعه للنور بالشكل المحترم ده. ميرسي. اشكرك يا استاذ محمد. ميرسي ذوقك يا استاذ سعيد. شهاده حق لازم نقولها. شهاده غاليه عليا. في حق حضرتك على الهواء قدام مصر كلها. ميرسي ذوقك. لان هو دوت اقل حق ليك على المجتمع المصري ان انت بتحافظ على البراند بتاعك ضد عيوب الصناعه وضد التقليد ودوت تحترم عليه. ده بالنسبه للشق الاول.
بالنسبه للشق الثاني، وانا بس في خلال يعني 30 ثانيه بس، معلش مش هعطلكم في البرنامج، ان احنا ان شاء الله باذن الله كل حلقه في برنامج واحد مريم هنجيب لكم كيان من الكيانات القويه في البلد اللي شغاله برجال الاعمال المحترمين، وبنعيد ثاني على كلمه المحترمين ودوت وعدنا، وان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله احنا جايين دي مبادره عظيمه منك يا باشمهندس، تسليط الضوء على رجال الاعمال الناجحين في مصر. دي مبادره عظيمه من حضرتك ومن برنامجنا واحد مريم. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. في عجاله عايزين نتكلم في موضوع في غايه الاهميه كنا تقلليه قبل الفاصل، حضرتك ازاي نامن العاملين بقطاع الالومنيوم في مصر؟ هو في البدايه بحيث ان احنا نشجعهم طبعا على العمل ونحسسهم بالامان، ان لو لا قدر الله في اي حاجه هيبقى في تغطيه ماديه وتغطيه علاجيه وفي امان ليهم ولاولادهم، عشان نشجع هذا القطاع على الاستمرار وعلى التقدم. انا عايز اكد ان صناعه الالومنيوم في مصر هي صناعه استراتيجيه، يعني ما تقلش عن الحديد والصلب، ما تقلش عن صناعه كبيره في مصر مثلا زي مترو الانفاق. انا كل ما ابتغيه ان احنا نعمل تامين للفنيين بحيث ان الشخص يبقى مؤمن عليه، زي مثلا في نقابه للسائقين، في نقابه لصناع مصنعين الرخام. طب هل هل ليه ما يكونش هل في نقابه قطاع الالومنيوم ما يدخلوش تحت بند نقابه العمال؟ لا هو في نقابه تانية اللي هي نقابه التطبيقيين. ولذلك احنا بقول لحضرتك ان احنا فعلا خدنا شوط كبير جدا في ان احنا بالفعل خدنا الموافقه المبدئيه وفي الاجراءات بتاعه الجمعيه المصريه لمصنعي الالومنيوم والزجاج، ولكن انا بحتاج دعم اكبر، انا بحتاج من الدوله كمان ان هي بتساند الفئه دي، وهي فئه ليست بالقليله. يعني انا في احصائيه بسيطه كده، احنا عندنا مثلا في احد الجروبات عليه اكتر من 47 الف فني. 47 الف صحيح. من هنا اعزائي المشاهدين ومن هذا المنبر الاعلامي بنناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانشاء نقابه لدعم العاملين بقطاع الالومنيوم لخطوره هذه المهنه وللنهوض بهذه الصناعه. في نهايه هذه الحلقه بشكر ضيوفي الاعزاء الاستاذ محمد حمزه والاستاذ ناصر عبدو، انتوا شرفتونا. انا سعيد في حاجه بقى استاذه دينا، اتفضل يا فندم حضرتك، انا حابب اقولها. ان شاء الله احنا عندنا صفحه باسم الدوليه جروب، بطلب من الساده المشاهدين لضمان حقوقهم في المبادره بتاعتنا اللي هو المستهلك النهائي، يتابع معانا على الصفحه هيشوف الدعم من الساده التجار والمستوردين في الكيان مين بيدعم، وهنقول وهنسلط الضوء على البرودكتس اللي عليها دعم بحيث ان المنتج يوصلك في النهايه بشكل سليم عليه ضمان. علشان حضرتك تضمني الضمان ده حضرتك تابع معانا على الصفحه بتاعت الدوليه جروب، هنقول لحضرتك عليها مين منتج مين عليه دعم، منتج مين قوي، واحنا مش هنفضل حد عن حد، ولكن هندعم اللي احنا شايفينه احنا بناء على مقاييس الجوده ومعايير الجوده اللي احنا اكتسبناها لمده 15 سنه من مصانع الصين، بحيث ان احنا نوصلكم في النهايه المنتج كامل متكامل عليه ضمان. احنا بنتمنى لكم النجاح والتوفيق، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. اعزائي المشاهدين سعدنا بكم، والى اللقاء يوم الثلاث الجاي الساعه 5 ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم واحد مريم.